الفنانة سارة زكريا، أهلا وسهلا فيك عبر موقع فوشيا ونورت سوريا اليوم. بوجودك حبيبة قلبي، تسلمي لي. قبل كل شيء خبرينا، أنت جاية اليوم وأكيد نحن كتير مبسوطين بتواجدك، عندك حفلة بقصر النرجس، خلينا نحكي عن هي الحفلة، نحكي عن هذا التعاون والحفلة، شو رح تقدمي من خلالها؟ رح أقدم محبة مثل ما العالم بتحبني، ورح أقدم كتير اشياء. بتعرفي كاركتير انا اللي انا في هضامتي اهم شيء وتواضعي وانا كشعب سوري انا كتير بحبهم، يعني بالنهايه انا كمان امي سوريه، يعني فيني شرش منكم يعني حبيبه قلبي. ساره، كتير نحن منشوف انه دائما الفنانات اللي بيجيلك دائما بيعانوا من مشاكل، ان كانت على صعيد الانتاج، ان كانت كمان اذا بدهم نحكي اكثر عن الفيديو كليبات، شركات الانتاج. اليوم ساره من شو عم بتعاني اكثر شيء؟ والله بصراحة عم عاني من الطقس المتغير اليوم، ما عم عاني من شيء تاني، لأنه البنادول مثل ما بتعرفي مقطوع بالبلد وماشي الحال، وسفراتنا كتير نحن، بس هذا اللي عم عاني منه، شيء تاني ما عم عاني منه. طيب نحن بنعرف في دائما وقت اللي بتوقف على الستيج سارة بتشعل المسرح، الجمهور وكل الناس اللي بحبوا ورا هاي الفرح كلياته، في شيء مخبى بقلبها لسارة يا ترى؟ قلبي أوتيل مفتوح للجميع. ما شاء الله، لازم حب كل العالم، ما بده يكون اوتيل مفتوح. سارة اليوم كيف بتشوفي اليوم المشاهدات يلي عم تجي على الفيديوهات اللي عم تنزل على اليوتيوب؟ هذا نجاح وتوفيق من فضل رب العالمين طبعا، الحمد لله، الف الحمد لله طبعا، وهي محبة العالم، يعني العالم اكيد منا مضطرة تفوت تشوف او انه حدا يجبرها على شيء او انه لا، العالم بتحب سارة مثل ما هي سارة، سارة حتبقى مثل ما هي سارة. بس رح نشوف في شيء جديد وخاص بسارة ونشوفها كمان ضمن فيديو كليب أو تعاون مع حدا بديو؟ حاليا ما في، بس إن شاء الله أكيد، يعني أنا كل شيء بحبوه العالم أكيد أنا جاهزة له. اليوم شو اللي بيزعجك بالوسط؟ وسط شو؟ الفن؟ اللي بيزعجني بالوسط الفني النشاز بس. مين برأيك عم بينشز هالأيام صاير؟ والله كل واحد دين تنظيفي قدرة. قد ايه انت دبلوماسية بالحياة؟ بس قبل كلمة صاير، مش صاير، هو من الأساس نشاز، يعني أنا بسمع دايما نشاز. قد ايه انت دبلوماسية بالحياة؟ أنت قديش بتحطي لي نسبة؟ والله أنا من أول اللقاء شايفتك كثير دبلوماسية، لهلا ما أخذت منك ولا جواب. بدي أجاوب خلص، طالما ليه عم تسأليني جواب؟ أنت عم تسألي جواب. ما أنا حابة أعرف ليش هي الدبلوماسية؟ يمكن على طبيعتي. ايه والله على طبيعتي، على تواضع مثل ما انا، يعني ما حدا قال لك متواضع، وكل ما اطلع بحلقه اقول لهم صرت نجاحي تواضعي، الحمد لله كتر خير الله، بس بعد حالي يعني وحده من العالم مثلي مثل اي حدا ماشي بيناتنا، عايش بيناتنا عادي، يعني مش هالشيء منا هالقصه، يعني ان كنت مشهوره فوق ولا ان كنت تحت، يعني نحن بحس حالي طبقة وحدة منكم وفيكم عادي، ما في شيء. اليوم المكان اللي وصلتي له مبسوطة فيه ولا لسه عم تسعي لأكثر؟ وقديش عم بتكوني متأنية بخطواتك اللي عم تخطيها؟ أنا بقول الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، وأكيد الواحد لما يكون عنده أمل بشيء، هدف معين، أكيد إذا ما حققه يعني ما في هدف من الأساس. فنانة سارة كل التوفيق لك وشكرا كثير لوقتك. شكرا كثير لك وشكرا لمحطتكم وحبيبة قلبي انت، ميرسي، بتشكرك حبيبتي.